صلوا الله عن نبيكم الأكبر والصلاة عليه من بعد الوقوف. أصدق النبي صلى الله عنه يا سيدي يا بابا 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 صلى الله عنه قبل يلقى والصلاة كما عودناكم الحمد لله والشكر ليلة نبوية دخلوا سيدنا محمد كما عودنا الناس هنا في بروكسل الحمد لله كنديروها كل عام وهذا العام درناها كما كنقولوا بواحد الحلة جديدة ليلة عيساوية صوفية دينية اللي كيتجمعوا فيها كل الخوت والحباب كل واحد من جا في أوروبا كاين اللي جا من المغرب أوروبا كاملة كنرحبوا بالخوت كنتسامحوا بينا كيتغافروا المقدمين كاملين وكنطلبوا الله يفاجع على الجامع هذا الشيء اللي كنطلبوا من الله. حنا كنتواجدوا في باب ديال مدينة بروكسل غنية على التعريف ليلة ميلود النبوي اللي كنتوجدوا فيه كنعرضوا فيه العائلات والاصدقاء بالطائفه العيساويه اللي كتوجد مدينه مكناس مدينه فاس والمغرب كله الحمد لله هنا وكنتواجدوا كنديروا ليله هاد المسائل جبناها على جدودنا وعلى والدينا وجبناها عادات وكيتجمعوا هنا ناس وكيجيو كنصلوا الرحيم كنديروا الدخله العلوم كنجيبوا الدخله نزلوا فاتحة واللي عنده شي حاجة بالقبول وحنا كنطلبوا من الله وهذا الشيء جبنا الصوفية حنا هذا الشيء الصوفية ماشي جبنا هذا الشيء تاع عيساوي تراها معروفة هذه أول مرة كنحضروا لهذ المناسبة وكنشكروا الأخ سي محمد على هذه المبادرة اللي دار وكنتمناها تكون دائما لأن حنايا متعطشين لهذا الشيء ديال الأمتحة النبوية ما عمرنا ما حضرنا لها جايين في المغرب دوزنا في الدار البيضاء دوزتها في مراكش كان داك الشيء معتبر ولكن اول مره كنحضر فيها هنا في اوروبا مع الجاليه المغربيه كنتمنى زعما ديما تقول لنا حنا متعطشين بحال هاد المسائل بحال هكا ما عندناش اول مره كنحضر ليها هنا وفرحت ليها بزاف برا سي اسكير زوينه عجبتني بزاف زعما شي حاجه جديده ما عمري ما مشيت لها باقي ما عمرنا ما مشينا في المغرب This is the geboorte van de profeet Mohammed en we komen dat eigenlijk samen vieren hier in Brussel en we zingen liedjes over de islam samen. Inshallah, ik kon عندهم عيد زوين ويكونوا كاملين مجموعين. Inshallah, سمو يدوزها كل عام بحال كي دوزنا حنايا. اول مره نحضر هنايا في بروكسل بصراحه الشيء كندير هنايا في البلاد في المغرب و في وجده باه كتكون كيما هنايا مع لا فامي الحباب صحاب وكل لا بنتي باسكو سي لا بروميير فوا كتحتفل بهذا الموسم النبوي باش تشوف التقاليد ديالنا تاع المغاربه ايتو تعرف فوالا زينه عجبتني بزاف شفنا فيها لا بروميير فوا اول مره كنتلاقاو مع الصحاب تعرفوا مع الناس شوفوا التقاليد ديالنا تاع المغرب تكتي نهار كبير المولد النبوي الشريف جينا كنحضروا بلجيكا بحال ديما بحال اللي حنا في المغرب كنتمنى هاد المناسبة ديما تدور مع الأجيال ديالنا وكنشكر حنا كنحاولوا باش نخليو هاد المناسبة كتمشي مع الأجيال ديالنا مع وليداتنا مع باش يعرفوا هاد المناسبة ضرورية الوالدين يحاولوا يعلموا ولادهم بان ليله المولد النبوي الشريف ديما يحتفلوا فيها وشكرا.
عليكم. معكم مقدم عبد الملك بهاج من موارد مدينه مكناس. جينا من فرنسا من مدينه ليون نستحيو معكم هذه الاحياء ديال ذكرى من الولد النبوي. وعندنا كامل الشرف باش نحصلوا مع الطائفه العيساويه. وكيف ما جرت العاده هذه الطقوس تنحيوا كل عام على الذكرى ديال المولد النبوي. الله يدخل علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه. والطقوس هذه تنديروها بالصلاه على سيدنا محمد من الذكر ديال الله والتوسل سيدنا محمد تيتجمعوا الحباب والصحاب. وهذه الذكرى ديال عيسى هو حنا تنسيو كل نهار هنايا مجموعة ديال بروكسل كترحب بجميع الناس الساكنة ديال بروكسل وكنتمنى لكم عيد نبوي كريم وكل الأمة الإسلامية بخير وعلى خير. ونتمنى لكم إن شاء الله الازدهار والرفاهية وعاش المغرب إن شاء الله والجالية المغربية بخير وعلى خير. الله عليكم. هذا نهار كبير وبشر بالخير. هذا عيد المولد النبوي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذا النهار كنفرحوا به كلنا حنا في الغربه. هذه الغربه مغربين وكنفرحوا بهذا النهار وكنجمعوا كلنا الخوت والحباب وكلنا يد في يد. فصلوا على النبي صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. الحمد لله اللهم لك الحمد يا ربي. حنا هنا في هذه الغربه فرحانين كلنا فرحانين والوالي ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين. اللهم احفظنا.